Hello, my dear students of Primary 6. How are you today? Welcome back in our English Day in our program مدرسة على الهواء. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء، مادة اللغة الإنجليزية. يسعدني يكون معايا اليوم في الاستوديو ميسيس فاطمة عبد الواسع، وزي كل يوم ثلاث طبعا. هلو ميس فاطمة. Hello, Mrs. Nama. How are you? Fine, thanks. Welcome back. Thank you. Okay, last episode we started unit 2. Unit 2 in the restaurant يعني في المطعم. وخدنا مع بعض الكونفرزيشن تايم وكان مهم جدا، وفي شويه اكسبريشنز كده مصطلحات مهمه واسئله مهمه، عشان قلنا احنا بنحتاج الانجليش في الحياه اليوميه بتاعتنا. يعني مثلا خدنا لما بنتكلم بين الويترس والكاستمر، ويترس اللي هي الجرسون اللي هو للومن، والكاستمر اللي هو الزبون. اول حاجه قالت له ار يو ريدي تو اوردر، بعد كده قال لها اي ثينك سو، ايل هاف ا ستيك. في question تاني اللي هو rare, medium or well done، اللي هو درجة السواق، هل هي rare اللي هي قليلة جدا، ولا medium وسط، ولا well done كامل ايه النضج والسواق. قال لها medium please and I'll have baked potato. في question تاني مهم، how about a salad، وايه رأيك في السلطة؟ قال لها sounds good. في question تاني مهم اللي هو what's today's special، يعني ايه طبق اليوم الرئيسي. الويترس قالت له spaghetti and meatballs. قال لها I am in the mood for، وقلنا ان ده expression مهم جدا، I am in the mood for spaghetti. قالت له here you are. قال لها looks delicious، وقلنا ان كلمة delicious دي بتوصف نوصف بيها الفود الطعام، looks delicious يعني تبدو لذيذة. خلصنا مع ميسس فاطمة المرة اللي فاتت الكونفرزيشن تايم، والنهاردة ان شاء الله هنبدأ مع ميسس فاطمة الفوكس تايم. Our grammar today will be simple but at the same time it's very important، هيبقى مهم جدا. وهنبدأ مع ميسس فاطمة، هناخد how much و how many، وهناخد الوردز الجديدة بتاعتنا، وهتقول لنا حاجات كتيرة النهاردة. Let's start with Miss Fatma. Okay. Hello my kids, welcome back. اهلا بيكم النهارده ان شاء الله. هناخد احنا عملنا ريفيجن مع مسز نهى دلوقتي على in the restaurant او at the restaurant يعني في المطعم. Today we are going to have the containers. What's the meaning of containers؟ يعني ايه الكونتينرز؟ اللي هي الحاويات. يعني ايه الحاويات؟ يعني الحاجه اللي انا بضع فيها الشيء ده. يعني فور اكزامبل الملك، الورر، الجوس، الحاجات دي انا بحطها في ايه؟ دي حاويه بتاعتها. فالحاجات دي عشان هي الكونتينرز فليها سؤال، ليها تو كويستشنز، اسئله، اللي هي الجرامر بتاعنا النهارده اللي هو هاو ماتش وهاو ميني. ازاي هناخد هاو ماتش بيجي وراها ايه، وهاو ميني بيجي وراها ايه، وامتى انا بستخدم هاو ماتش اليوسج اوف هاو ماتش، وامتى برضو انا بستخدم اليوسج اوف هاو ميني. في حاجات كتير جدا حوالينا من الكونتينرز او الكوانتيتيز او الكميات او الاماونت. اول حاجه يعني فور اكزامبل اراوند يو، او اي حاجه انت بتاكلها، هاو اللي هي هاف have it اللي انت بتتناولها، ده هناخدها برضو ليها حاوية. فاول حاجة هناخد حاجة اسمها بودل. يعني هي بتتنطق دبل تي، احنا متفقين دايما الدبل تي بتتنطق دي، ممكن تقولها بوتل وتضغط فيها وتعمل ستريس، او تقول بودل عادي. اول حاجة معانا ادي الشكل بتاعها، a bottle of water or a bottle of water، يعني زجاجة من المياه. ممكن مش شرط زجاجة من المياه، ممكن نقول زجاجة من اللبن، a bottle of milk، a bottle of juice. اوكي، اي حاجه ليكويد. يعني ايه ليكويد؟ ليكويد يعني سائله. الليكويدز دي اكيد انتوا ان شاء الله بتاخدوا حاجه علوم او بتاخدوا ساينس، فبتاخدوا حاجه اسمها الليكويد. اي حاجه ليكويد اللي هي سائله بحطها في بوتل، بوتل اور بودل، يعني زجاجه من، a bottle of water زي ما باين معانا في السلايد، يعني زجاجه من المياه، a bottle of water، اور بتتنطق الميه يا water يا water الاثنين. اوكي، يبقى a bottle of water يعني زجاجه من الميه. يا مسز نوع، do you drink a bottle of water؟ a lot of water يعني. اوكي اوكي، a lot of water it's very important يعني. okay. طبعا احنا عارفين الميه فعلا very important، مهمه جدا. زي ما مسز فاطمه قالت a bottle of water دي number one. number two عندنا حاجه اسمها a can of lemonade. a can of lemonade، can يعني ايه can؟ اولا can هي verb اصلا اللي هو بمعنى يستطيع. اقول مثلا I can swim، I can drive a car، I can't jump، اي حاجه فيها can كان يعني يستطيع، اللي هي الابيليتي او can. لكن هنا جالي a can، a can اللي هي العلبه من المعدن، a can اللي هي الكان اللي احنا بنشرب فيها الفيزي درينك something like الكولا. فهنا بيقول لي a can of lemonade، a can of lemonade، طبعا lemonade اللي هو عصير الليمون. زي ما ميسس فاطمه قالت مش لازم اقول a bottle of water، ما احنا ممكن نقول a bottle of milk. هنا برضو a can of lemonade ممكن اقول a can of cola، a can of fizzy drinks and so on. يبقى كلمة can، a can، a can لازم يكون فيها قبلها a، a can اللي هي العلبة من المعدن، a can of lemonade، lemonade اللي هو عصير الليمون، وخدنا قبلها a bottle of water. اوكي okay. number three. what else في عندي؟ a cup. cup
كاب لوحدها، كاب لو يعني الكاس، كاس فور اكزامبل لو انا باخد مثلا برايس جايزه، او ممكن نقول ذا ناشونال تيم اللي هو الفريق القومي بالنسبه لنا احنا طبعا، في اللي هو افريكا تشامبيون شيب اللي هو بطوله افريقيا، فنتمنى اللي هو ياخد الكاس، فنقول وينز ذا كاب. يعني وينز ذا كاب يعني يفوز اللي هو الكاس، لكن كلمه لو حطيت لها كاب يعني الفنجان، الفنجان بتاعنا اللي احنا بنشرب فيه اي حاجه، بس مش شرط بنشرب فيه مثلا الميه، لا انا بشرب فيه ايه؟ الكافي اللي هي القهوه، او بشرب فيه التي الشاي، او ممكن دلوقتي ممكن اشرب فيه اللي هو النسكافيه. اوكي، يبقى a cup of coffee or a cup of tea. يعني ايه a cup؟ لسه واخدين حالا اللي هي بوتل، اول حاجه a bottle يعني زجاجه، وعلى حسب الحاجه اللي بيجي وراها a can برضو ممكن تجي lemonade او كوك او كولا، وفي كمان اللي بعدها اللي هي a cup of coffee or a cup of tea. For example لو مسز بسال مسز نهى did you drink a cup of tea before the episode؟ No, I didn't. I don't like tea at all. يعني I don't like tea. or a cup of coffee. No, never. Okay. Okay, معانا كمان a glass of orange juice. A glass of orange juice. قلنا إن orange juice يعني عصير البرتقال. طبعا كلمة juice يعني عصير، ممكن أحط قبلها أي حاجة، ممكن أقول apple juice اللي هو عصير التفاح. Orange juice, mango juice, guava juice, strawberry juice. أي حاجة وراها كلمة juice. juice يعني عصير. بيقول لي a glass of orange juice. A glass of orange juice. طب في حاجة مهمة جدا. الجلاس يعني الكوب. طبعا مش بحط فيه الأورنج جوس بس، يعني ممكن حاجات تانية كتير. ممكن أقول a glass of water. كوباية مية. ممكن أقول a glass of milk. كوباية لبن. ممكن أقول a glass of أي حاجة تانية liquid برضو سائلة. فإحنا هنا a glass مش هنقف عند كلمة a glass of orange juice، لا إحنا عندنا كذا حاجة ممكن تيجي مع الجلاس، لأن كلمة glass لوحدها يعني كوب. لو زودت لها إيه اسمها اللي هي glasses ممكن تبقى نظارة. نظارة بيتقال عليها glasses، بيتقال عليها glasses. إنما هنا a glass، glass اللي هو الكوب من الزجاج، وكلمة glass يعني اللي هو إيه المادة الماتيريال اللي هي اسمها الزجاج اللي هي glass. a glass of orange juice يعني كوب من الإيه عصير البرتقال، وقلنا ينفع معاها كذا حاجه تانية a glass of water, a glass of milk, a glass of apple juice, orange juice, mango juice and so on. اوكي، يبقى احنا كده خدنا كذا حاجه، كل حاجه بناخد معاها كذا اختيار. زي ما ميس فاطمه كانت لسه بتقول a cup، مش لازم اقول a cup of coffee، لا ممكن اقول a cup of coffee or a cup of tea، يعني ليها كذا اختيار. اوكي اوكي وات ايلس مصنعها عندي دلوقتي a slice of turkey. كلمه slice equal piece، لكن كلمه piece ممكن تتقال مع اي حاجه، مع piece of pizza, piece of مثلا يعني اي حاجه بتتقطع، piece of roast beef. لكن كلمه slice ممكن تيجي مع برضو اي حاجه انا نقدر ناكلها او اخد منها قطعه، بيستخدموا الاثنين على حسب، لكن احنا دايما اللي عليك موجود في اللي هي grade 6 كلمه a slice of turkey. يعني تركي ما اسموش تركي، اسمه تركي. تركي اللي هو الديك الرومي اللي هو نوع من الوايت ميت، يعني اللحمه البيضاء، اللي هو التركي اللي هو الديك الرومي. نقول a slice of turkey يعني شريحه من الديك الرومي. ممكن حد بيتناول اكتر من شريحه نقول slices، نشيل الا ارتكل ا، كل الكونتينرز اللي احنا قلناها ديت ممكن حد بيتناول اكتر من حاجه، نشيل الايه نحذف الايه ونحط لها فيها الاخر اس، زي قلنا bottles، زي ممكن نقول كابز، ممكن نقول ايه كمان اللي هي كانز، glasses ممكن تجمع، لكن هنا نقول على حسب اللي بعديها. لو glasses لوحدها يعني زي ما قلنا دلوقتي نظارة ايه طبية، لكن لو هي glasses of مثلا milk of water يبقى على حسب الكونتينر. I had two glasses of orange juice. Yes. Okay. كده ادام قلت اللي بعدها اللي انا حددت انا شربت ايه glass of or glasses of، يبقى انا عايزة اللي انا عارف اللي انا دي containers. containers يعني حاوية. لكن دلوقتي slice or slice اللي هي شريحة، شريحة من equal piece اللي هي ممكن نقول a slice of turkey, a slice of pizza, a slice of roast beef يعني شريحة من، or slices of turkey على حسب. ده لازم نقول نجيب بعديها slices of او container لازم يجي وراها حاجة اسمها of اللي هي مش of بالاف واحده تتنطق of v، لكن بدبل اف تتنطق of. اوكي بس فاطمه ينفع نقول ان الميت او الحاجات اللي فيها لحوم something like اللي هو الميت اللي تشيكن او التركي ان احنا نقول معاها كلمه slice. yes. لكن اي حاجه تانية نقول عليها مثلا بيس، ممكن في الحالتين ممكن بيس بقى احنا بنستخدمها، هم بره بيخصصوها اللي هي كلمه slice، لكن احنا برضو احنا زي ما عندنا في ان ايجيبت في اكسنت، اكسنت اللي هي اللهجات، هم هناك برضو ممكن يخلوا الدنيا سهله شويه، فممكن يستخدموا piece of
or a slice a of slice. a slice of okay. الاثنين معانا كمان correct. لسه زي ما حضرتك بتقولي a piece of. a piece of يعني قطعه من، وبتيجي مع شويه حاجات كده. ممكن اقول a piece of cake, a piece of apple pie، اسمها باي علشان في ناس بتنطقها خطا. ابل باي اللي هي فطيره من الايه، من فطيره التفاح. كلمه باي يعني فطيره. ابل باي ممكن نغير بقى بيتش باي اللي هي فطيره الخوخ، جوافا باي، مانجو باي، اند سو. انا ممكن نغير لكن كلمه باي ثابته. هنا بنقول a piece of. a piece of يعني قطعه من، زي ما قلت a piece of pizza قطعه من البيتزا. a piece of apple pie قطعه من فطيره التفاح. a piece of cake. a piece of cake كلمه a piece. piece يعني قطعه. a piece of قايله. لكن انا عشان قلت ان هي مفرد اقول مثلا I had a piece of cake. لكن لو عايزه اتكلم في البلورال الجمع اقول I had three pieces. طبعا هحذف cancel الـ A. الـ A دايما بتيجي مع الـ singular يعني المفرد just one. لكن البلورال plural هو two or more than two. لازم اخد معاه احذف طبعا ايه واقول ES او الـ S. هنا بقول a pieces او لا two pieces of وام قايله two pieces of apple pie, two pieces of pizza, two pieces of cake and so on. اوكي اوكي وات ايلس مسدناها. في عندي كمان ابول، اسمها بول، الاي خطا مش موجوده. اي نقول بي او دبليو ال، الاي مش موجوده خالص، هي بس في ميستيكنج في الرايتنج. ابول بي او دبليو ال، ابول اوف تشيكن سوب. يعني احنا دلوقتي مامي وهي بتعمل لنا مثلا شوربه او اي حاجه بتحط لنا الشوربه في بول، احنا بنسميها اللي هي البول. بول اللي هي بول شوربه بالعربي كده، احنا بول شوربه. عندنا برضو في الانجليش اسمها ابول اوف تشيكن سوب. يعني ايه بول اوف تشيكن سوب؟ يعني اللي هي يعني بوله من الشوربه. اي حاجه ممكن نقول ينفع نحط الشوربه في حاجه ثانيه غير البول يا مسز نو؟ لا بس ينفع نحط حاجات في البول. يعني ينفع نقول فروت سلاد. yes. نقول ايه ابول اوف فروت سلاد او ابول اوف سلاد اللي هي السلطه العاديه او سلطه الفواكه. طبعا يبقى كلمه بول اللي هو الطبق العميق قوي ده، يا اما تشيكن سوب طبعا اي سوب يعني اي شوربه، ممكن نقول ميت سوب يعني، او ممكن اتكلم عن الفروت سلاد، او ممكن اتكلم عن السلاد العاديه. كل ده بيتحط ايه في البول. اوكي okay. يبقى بول على حسب اللي هي البول بتاعتنا، هي نفس نطقه كلمه بول بي اي دبل ال، بس اختلاف. ممكن حد يقول لي باول، لا هي بول. بول اوف تشيكن سوب، بول اوف فروت سلاد، اي حاجه انا بقدر احطها في البول. دلوقتي معانا حاجه ثانيه بس معانا اباطل. لا معانا كده الوف اوف بريد. الوف اوف بريد يعني ايه؟ الوف اوف لوف يعني رغيف، وبريد يعني خبز. كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي ليه؟ اولا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي uncountable noun، اللي هي ايه؟ اللي هي الواتر دي uncountable noun، يعني I can't count it، يعني ما اقدرش اعدها. عندي كمان الكوفي والتي برضو uncountable noun. عندي كلمة تركي دي uncountable noun. عندي الكلمة دلوقتي بتاعت bread uncountable noun. كل الحاجات اللي احنا اخدناها دي والبيتزا والابل باي، الحاجات دي كلها uncountable noun. انا بجيب قبليها حاجة زي ما ميسس فاطمة قالت، حاجة اسمها كونتينر، حاجة احط حاوية بحط فيها الشيء اللي ما بيتعدش عشان اقدر اعدها. انا مش هقدر اعد الواتر الميه علشان هي سايله، انا مش هقدر اعد الميه طبعا. اعدها ازاي؟ لما احطها في البوتل في الزجاجه، فبقى عندي just one bottle, two bottles, three bottles and so on. دلوقتي عندنا البريد، كلمه بريد حد يقول لي لا ما احنا بنعد العيش. لا كلمه بريد احنا بنتكلم على الكلمه نفسها، كلمه بريد uncountable noun يعني لا تعد. I can't count it. طب يعني ما اقدرش اقول بريدز؟ لا. طب لما اجي اعدها اعمل ايه؟ استخدم كلمه لوف. لوف يعني رغيف. لوف يعني ايه رغيف؟ اللي هو العيش البلدي العادي بتاعنا ده، a loaf of bread. طب انا لو عايزه اكتر من رغيف، حاجه اسمها loaves، الجمع بتاعها مختلف، اللي هي l o a v e s something like اللي هو knife و knives، wife و wives. هي بالظبط زيها كده، كلمه loaf يعني رغيف، الارغفه اللي هي الجمع. يعني مثلا اقول I had three loaves of bread. دلوقتي نراجع عليهم سريعا انا وحضرتك كده ميسس فاطمه مع بعض. أوكي. كل اللي اخدناه مع بعض. اوكي احنا خدنا دلوقتي اللي هي كل الحاويات اللي بتحط فيها السوائل، ومش شرط السوائل، ممكن الحاجه اللي انا بعد بيها زي لسه ما قايلين الحاجات، اي حاجه انا زي البريد او دايما اللي بتكون في المطبخ، او الحاجات وي هاف ات اللي احنا بنتناولها دايما بتكون uncountable noun. يعني من عاده طبعا الفروت، الفروت اللي هي الفاكهه، الفاكهه تقدر تعدها بالوحده، لكن اي حاجه تانية زي التشيز الجبنه، زي اللي هي الاويل، الحاجات الموجوده ان تشيكن ان ذا كيتشن، ان ذا كيتشن يعني في المطبخ، دي حاجات كلها
ان كاونتبل ناون، يعني الحاجات اللي بتستخدمها ماما زي الفلاور الدقيق، زي السولت، السولت اللي هي الملح، زي مثلا اللي هو البدر، البدر اللي هي الزبده والشوجر والشوجر والرايس الرز والمكروني، كل الحاجات دي ما بتتعدش، لا تعد. واي حاجه من اللحوم ما بينفعش نعد اللحمه، لا ما ينفعش. الميت برضو ان كاونتبل ناون، ولا تشيكن، كل الحاجات yes. والتركي، اي حاجه بستخدمها في الحاجات دي يا مسز نهى، الحاجات دي كلها ان كاونتبل. امتى يعني ان كاونتبل؟ بالعربي اسمها الشيء الذي لا يعد. عايزه اخليه يتعد بقى، بشوف الحاجه دي زي احنا باي عربيك طبعا، اللي هو الشوجر مثلا بيتعد بالكيلو او بيتعد بالباك بالشنطه، فاحنا برضو عشان نخليه في الانجليش كاونتبل ناون يعد، حولته من ان كاونتبل لكاونتبل، احطه في الحاويه بتاعته. يعني الكيلو a kilo of sugar، اوكي okay? or kilos of sugar او a bag of sugar or bags of sugar. الشوكليت اللي احنا بناكلها يا مسز نهى، ممكن نقول حاجات بالاضافه علينا برضو موجوده في في ان ذا ريستورانت، بتتعد بالبيسز او البارز. البار يعني بار بي اي ار، يعني قطعه من الشوكليت. ممكن نقول a bar of chocolate or bars of chocolate or piece of chocolate or pieces of chocolate. ممكن نستخدم معاهم سلايزز يا مسز نهى، سلايد، لا هي سلايد شريحه يعني. okay. غالبا دي لا ما تنفعش طبعا مع الشوكليت، يعني a piece of ماشي، والبار الاوقع ليها واللي هي السيوتوب اللي معاها بار، بار اللي هو قطعه من الايه، من الشوكليت اللي هي القطعه المحدده. احنا بنبقى عارفين طبعا الشوكليت بتبقى مقسمه كده لقطع، القطعه دي اسمها بار. ممكن نقول عليها سكويرز. سكويرز على حسب الشكل بتاعها. في عندي كمان البريد، العيش عامه ليه شكل، ليه اشكال. البريد لوحده انكاونتبل ناون، لو احنا حطينا قبله كلمه لوف او لوفز يبقى كاونتر. في كمان اللي هو العيش الفينو يا مس، لو احنا قلنا رول اوف يعني العيش الفينو، رول اوف هو ده بيتعد بالواحده كده زي الرغيف، رول اوف بريد، اول رولز اوف بريد يعني العيش الفينو. في عندي ايه كمان يا مسز نهى؟ ا بيس اوف وسلايز اوف، قلنا كلمه سلايز اوف غالبا وبتبقى لايقه اكتر مع اللحوم، او السلايز اوف تركي او سلايز اوف روست بيف. تركي اللي هو الديك الرومي، وروست بيف اللي هو اللحم البقري الايه المشوي، يبقى سلايز اوف اللي هي غالبا بتبقى شريحه وغالبا بتبقى جايه مع اللحوم. طبعا زي ما ميس فاطمه قالت لنا، ممكن كمان اقول سلايز اوف مثلا كيك، ان انا اخد شريحه من الكيك او حاجه، بس احنا جايه لنا في المنهج سلايز اوف تركي، سلايز اوف روست بيف. عندنا كمان ا بيس اوف، ا بيس اوف يعني قطعه من، ا بيس اوف ابل باي، يعني كلمه ابل باي اللي هي فطيره التفاح. وقلنا كلمه ا بيس اوف ينفع تيجي مع البيتزا او مع الكيك، يعني كلمه ا بيس يعني قطعه، ممكن اخد قطعه من اي حاجه، يعني ا بيس اوف تشيز ممكن اخد قطعه من الجبنه مثلا، لكن هنا كانت جايه لنا برده في المنهج ا بيس اوف ابل باي، عشان كلمه ابل باي جديده عليك يعني. اوكي. في عندنا كمان جلاس، جلاس اللي هي زي ما قلنا جلاس اللي هي الكوبايه، الكوب، ا جلاس اوف اورنج جوز، ا جلاس على حسب الحاجه اللي انت بتشربها. بعديها ممكن نقول مع اورنج جوز، مش شرط في حاويه برضو، لو انت جات لك في الامتحان وكل الحاجات موجوده ممكن نقول جاج. يعني ايه جاج؟ عارفين اللي احنا بنسموه بالبلدي الدوره او الشفشق ده، ممكن انا اللي انا اقول عليه ا جاج of a orange juice اللي هو يعني البرطمان من الايه، من العصير او الدورق من العصير او الميه، نقول jug of or glass of. or في كمان اللي هو عندي cup of coffee، يعني cup يعني cup يعني فنجان، a cup of coffee or a cup of tea. of tea. عندنا كمان a bowl of، وقلنا كلمة بول اللي هي السلطانية او الطبق العميق جدا اللي بنحط فيه للسوب، سوب يعني شوربة. وقلنا فرقنا قبل كده كذا مرة بس فاطمة تقولها لنا كلمة سوب وسوب، سوب اللي هي الشوربة اللي هي اس او يو بي، اس او يو بي دي شوربة وبتنطق سوب، لكن كلمة سوب، سوب اس او اي بي اللي هو الصابون، طبعا مختلفين تماما عن بعض. خلي بالك النطق بيختلف جدا، يعني ممكن حد يسمعك سوب لا ده قصده على الصابون، يعني بولة صابون مش معقولة، لكن هو اسمها السوب، a bowl of soup. عندنا كمان البول دي ممكن احط فيها فروت سالاد، يبقى اقول a bowl of fruit salad اللي هو سلطة الفواكه، او a bowl of salad. اوكي. كل ده الكونتينرز اللي احنا خدناها يا مس، هندخل دلوقتي على الاستراكشر المهم معانا جدا. ايه الاستراكشر؟ اللي هو في عندي انا دلوقتي، لو انا يعني استراكشر هو الجرامر الموجود عندك او الجرامر، انا عارف اللي في حاجه اسمها هاف. هاف معناها اي حاجه انا كان ايت ات او درينك ات، اقدر اشربها او اقدر اكلها. يعني انا ممكن يا مسز نهى فور اكزامبل اقول اي درينك كوفي، ممكن نقول اي هاف كوفي، اوكي، او ممكن نقول اي هاف مثلا سلايز اوف اور سلايزز اوف تركي. ممكن نقول ايه كمان؟ اي هاف، بدل ما اقول اي ايت ممكن نقول اي هاف، يبقى ايت ايكوال ايه، اي هاف ايكوال ايت او ايه او درينك، يعني
اي حاجه بقدر اكلها او اقدر اشربها نقول اي هاف اي هاف بس، لكن احنا خدنا هاف قبل كده بمعنى يمتلك، لكن على حسب الحاجه اللي بتيجي وراها. ما ينفعش نقول انا بمتلك قهوه، لا 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 طبعا. لا ما ينفعش، ما ينفعش اقول انا بمتلك لحمه، يبقى لو جه بعدها على حسب الحاجه اللي بعدها. فور اكزامبل لو انا جيت قلت يا مسز نوع اي هاف ا لابتوب، دي معناها ايه؟ انا عندي لابتوب، انا املك يعني لابتوب. I have a car, I have a يس mobile and so on يعني. أصلاً. يبقى لو عندي هاف اللي هي الحاجة I own it، يعني ايه own it؟ يعني انا بمتلكها على حسب الحاجة اللي بعديها. لكن احنا عندنا دلوقتي لو جت حاجة بعديها تتاكل او تتشرب يبقى معناها يتناول، يعني يشرب معناها يشرب او يأكل. فور اكزامبل زي ما موجود معانا I have a bottle of water او I have a bottle of water، يعني انا بشرب او اتناولت زجاجة من، شايفين حطيت ارتكل اللي هو بالايه، اللي هو باليلو بالاصفر، دليل ان انا بتناول واحده بس، واحده بس، يبقى حطيت الا ايكوال 1، الا ايكوال 1. لكن لو انا عايزه اقول اكتر من واحده انا بكنسل الايه واحط العدد اللي انا اي وانت ات، يعني الحاجه اللي انا العدد اللي انا عايزه. فور اكزامبل لو واحد مثلا عايز شرب او اكتر بيعد مثلا اللي هي الكام لتر ميه شربه في اليوم، هيقول مثلا اي هاف 3 بوتلز اوف واتر، او على حسب بقى الحاجه اللي هو شربها. فبيشيل بيشيل الايه ويحط العدد، العدد اللي هو احط اس في الاخر. ادام حطيت عدد غير الوان وغير الا يبقى احط اس في الاخر. اوكي يعني دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي لو I have a bottle of water هي equal I have one bottle of water، يعني يس. ممكن اشيل الا واحط بدلها one اللي هي equal one. اوكي معانا كمان هنا زي ميس فاطمه قالت الحاله بتاع السنجلر اللي هي المفرد، ان انا بحط ايه زي الاكزامبل قالت I have a bottle of water. طب انا لو عايز اعمل حاجه في البلورال، بلورال يعني جمع، يعني two or more than two، اثنين او اكثر. يعني احنا عندنا طبعا في حاجه اسمها مثنى في العربي، لكن في الانجليش لا، الاثنين برضو بيعاملوا معامله البلورال اللي هو الجمع. يعني مثلا لو انا تناولت ثلاث زجاجات اقول I have three bottles of water. خلي بالك ان انا ما حطيتش الاي، ما قلتش a three bottles of water، no، لا انا قلت I have three bottles of water. اقول I have four pieces of pizza، four طبعا كتير قوي، بس I have I'll have four pieces of pizza. طبعا سلايز ممكن اقول مثلا I have five slices of turkey and so on. يبقى احط number، احط number يعني طبعا قلت two or more than two، وبعد كده اجيب الكلمه تبقى في البلورال. عندنا في الاكزامبل فبيقول لي I have three bottles of water، I have three bottles of water، او I have four loaves of bread. حاجات كتيره جدا، كل دي حاجات كتيره قوي يعني. I have four loaves، loaves اللي هو الأرغفة، خدت بالك من الكلمة وهي plural علشان هي شكلها مختلف تماما، regular يعني غير منتظم الجمع بتاعها عن المفرد. المفرد loaf اللي هو L-O-A-F، loaf اللي هو العادي اللي هو الرغيف. أقول I have a loaf أو one loaf of bread، لكن لو more than two أو two أقول I have three loaves بالفيبا، loaves of bread. يبقى احنا كده خدنا المفرد اللي هو مس فاطمة لسه قايلاه، ولسه واخدين كمان البلورال. اوكي نشوف وات ايلس معانا. دلوقتي عندنا جرامر مهم جدا اللي هي هاو ميني. هاو ميني انت اكيد لو انتوا درستوا ماث اكيد خدتوها، اللي هو ماث او رياضه، كلمه هاو ميني يعني كم عدد. كلمة كم عدد دي بتيجي تسأل عن حاجة معينة، هي الحاجة بتاعتها المخصصة ليها بتسأل عن النمبرز، اللي هو ايه النمبرز اللي هو العدد. كل الإجابة بتاعتها الكويستشن اللي احنا هندرسه كل ده، كل اللي مطلوب منك اللي انت تجاوب بالنمبر بتاعك. لو انت عملت ابريفيشن، يعني ابريفيشن اختصار، واختصرت بالنمبر بالرقم، يبقى ده صح. لو انت جاوبت بالجرامر برضو صح. هاو ميني لها شكل، هاو ميني انا ببتدي بيها، احنا عارفين عائلة هاو، احنا اتكلمنا عنها اكتر من مرة، لكن النهاردة كلمة هاو ميني لازم يجي وراها الاسم في البلورال. يعني ايه الاسم في البلورال؟ يعني الكلمه بجيبها واشيل الا واحط اس في الاخر. فور اكزامبل ما اقولش هاو ميني ا بوتل، نقول هاو ميني بوتلز، هاو ميني كابس، هاو ميني بانز. مش شرط الكونتينرز اللي احنا من هناخدها النهارده، لا ممكن تسال كم عدد اي حاجه اراوند يو او سراوند يو، يعني حواليك. انت رايح مثلا تسال واحد زميلك هاو ميني بانز دو يو هاف، يعني انت كم عندك كم قلم، انت عندك كم عدد الاقلام لديك، هتقول هاو ميني بلس الاسم في البلورال. لكن احنا دلوقتي concerning the lesson، بخصوص الليسن بتاعنا اللي هو بيتكلم عن الكونتينرز او الحاويات او الكميه، انا بتكلم على هاو ميني ولازم اجيب بعدها الاسم في البلورال. يعني في البلورال لازم اس، لازم اس، وبعديها بجيب اللي هي على حسب الزمن اللي انا بسال عنه. لو انا بسال في المضارع في البريزنت سيمبل بحط دو
او داز على حسب الفاعل. انا بسال على اي ما بسالك انت نقول دو، بسال اكتر من بلورال يمس اكتر من واحد اقول دو برضو. لكن لو انا هسال شي عن اي بنت اي ولد مفرد اللي هو شي او هي بحط داز. لو انا هسال في الباست سامبل اللي هو المين تينز عندنا المهمه عندنا هحط مين؟ ديد. وبعد بعد الثلاثه دول هو ده اللي بيحدد لي الثلاثه دول على حسب الزمن اللي انت بتجيبهم. يبقى هاو ميني ببتدي بيها، وبعدين اجيب الاسم في البلورال، بعدين على حسب الزمن اللي انا هتكلم عنه دو او داز في البريزنت او ديد او ايه ديد في الماضي، ودي ثابته مع كل الضمائر. وبعديها السبجكت، يعني السبجكت انا بسال السبجكت اللي هو ايه، طبعا انا بشيل اي وي وي يا مسز نوع بشيلهم خالص، لان انا بسال عشان انا بسال مين شخص قدامي بشيلها، او احط ايه يبقى شلنا اي وي تماما، يبقى فاضل عندي ايه اللي هم فايف اللي هم ايه ات وذي وايه كمان والهي والشي والات اللي هم الفايف، يبقى شلنا اي وي دي خالص عشان هم بيتحولوا ليو، وفاضل عندي اللي هو زي وهي وشي وات ويو. وبعدها لازم الانفينيتيف، يعني الانفينيتيف دايما دو وديد وداز زي اللي ماسكين كده ايه ستك عصايه بيضربوا الفيرب ويرجعوا لاصله. يعني ايه بيعمل الكلام ده؟ يعني هم بيكسروا الفعل سواء كان في المضارع في البريزنت او كان في الباست، دايما بيرجعوا لاصله. نشوف اكزامبل، يقول لي هاو ميني هاو ميني فور اكزامبل، بيجي وراها يعني ايه كاونتبل يا مسز نار، يعني كلمه تعد اي كان كاونت ايت، يعني مثلا اقول بكلمك عن اي حاجه اقول لك هاو ميني مثلا هاو ميني ايز دو يو هاف، هاو ميني براذرز دو يو هاف، عندك كم اخ، او بتكلم عن اي هي مثلا اقول مثلا هاو ميني سيستر ديد شي هاف ديد شي هاف. انا بسال ايه، سالت هنا في الماضي مره وسالت في المضارع مره. المهم تكون السؤال زي ما ميس فاطمه قالت لازم هاو ميني وبعديها على طول كلمه في البلورال، يعني كلمه كاونتبل ناون تجمع، يعني لا اما اتكلم مثلا هاو ميني بويز ار ذير ان يور كلاس، في كم ولد ان يور كلاس، انا قلت هاو ميني بويز كلمه تجمع وفيها الاس بتاعت الجمع. اوكي لو احنا ندي لهم يا مسز نوع كدايلوج بتوين اس، فور اكزامبل انا بسال مسز نوع دلوقتي عشان تبقى الدنيا عندك سامبل، اقول لك هاو ماني كارز دو يو هاف، اي هاف جاست وان كار، هاو ماني تشيلدرن دو يو هاف، تو اي هاف تو، هاو ماني براذرز دو يو هاف، اي هاف تو براذرز، هاو ماني سيسترز دو يو هاف، more than two. اوكي طيب هاو ماني بوتل اوف ووتر did you have، انا دلوقتي غيرت اللي هو الهيلبنج فيرب وغيرته لديد did you have. I had عشان ميس فاطمه سالتني بديد اتكلم بقى اقول في الباست I had three bottles of water. اوكي طيب هاو ماني انت قلتي دلوقتي اللي ما بتشربي don't like tea or coffee، فاسالها اكيد طبعا بتشربي جوس مثلا، هاو ماني glasses of juice does your brother have، he has علشان هي قالت لي your brother وبتسالني في البريزنت في المضارع، طبعا my brother ده يبقى he، اقول he has اللي هي والشي والايد بياخدوا has طبعا في المضارع، he has three glasses of orange juice. اوكي طيب بسالها دلوقتي، هي قالت عندها kids فبسالها عن ابنها دلوقتي how many مثلا glasses of milk does your son like in a day في اليوم in a day. اوكي just one يعني he has just one. اوكي يبقى كده احنا عرفنا عملنا لهم الديالوج هاو ميني، لازم يجي وراها الايه يا مسز نهى الكلمه في البلورال جمع في البلورال وبعدها، ولازم يجي بعديها هاو ميني، ولازم الهيلبنج فيرب اللي هو ايه الفعل المساعد ببساطه اللي هو زي دو وداز وديد، ديد في الباست ودو داز في المضارع. طبعا داز احنا عارفين ان هي بتيجي مع الهي والشي والايد، والدو بتيجي مع البلورال اللي هو اليو والوي والذي. اوكي وطبعا بعديها السبجكت الفاعل اللي احنا بنتكلم، مش شرط الفاعل يكون هي ولا شي ولا ذي، ممكن يكون اسم بلورال جمع زي لسه قايله لها يور براذر، ممكن يور براذر ممكن اجاوب به، يور سيستر اجاوب بشي، ممكن اقول اسم يعني ممكن اقول اي اسم اني نيم اي اسم اي شخص، ممكن اقول ذا بويز ذا جيرلز يور فريندز اصحابك. يبقى انت لازم تعرف الحاجات دي، ممكن اشيل السبجكت واغيره باي اسم انا عايزاه، وانت على حسب لو جمع هتجاوب بزي، لو مفرد ولد اللي هو ميل هجاوب به، لو بنت هجاوب بايه بشي. الاكزامبل اللي عندي هاو ميني كابس، بس كابس فيها خطا، فيها خطا طبعا، اللي هو سي يو بي سي يو بي اللي هو كاب اللي هو كاب يعني فنجان وكاب يعني الكاس طبعا. هاو ماني كابس، شوف تركيبه السؤال هاو ماني جه بعديها كلمه بلورال هاو ماني كابس، وفي الاخر احط ايه بعديها الهيلبنج فيرب هاو ماني كابس اوف كوفي ديد ذي هاف، هاو ماني كابس اوف كوفي ديد يعني
سألني في الباست، يبقى لازم في الانسر بتاعتي اجيب الباست. How many cups of coffee did they have? Did they have يعني هم اخذوا ايه؟ هنقول they had 3 cups of coffee. طب اللي بعديها اللي مسز فاطمه لسه جايباها حالا اللي هو How many loaves of bread? How many loaves of bread did they have؟ برضو هنقول they had عشان هو سألني في الباست، وغالبا كل اللي جاي لك في كتاب المدرسه في الباست، بس احنا قلنا لك الحاله بتاعت البريسيشن لو جات لك تبقى عارف برضو. They had 5 loaves of bread. طب لو واحد بس اقول they had a loaf of bread او just one loaf of bread. اوكي؟ اوكي، في وات إلس عندي، في ايه كمان؟ هندخل على ستراكشر تاني خالص اللي هي how much. How much غير how many عكسها تماما. كلمة how much بتسأل عن ال uncountable noun. شايفين اللي هو جه بعديها دي يعني ايه كلمة uncountable noun؟ احنا خدنا دلوقتي اللي هي how many وعرفنا الاسم بيجي في البلورال. لكن لو انا عايزة اسأل نقول لك كم كمية اللبن، كم كمية الشاي، كم كمية القهوة، كم كمية مثلا العصير، اسألها ازاي بالانجلش؟ باي ان انجلش ازاي؟ اقول how much وبعديها بقى مش هجيب الاسم في الجمع، انا هجيب الحاجة التي لا تعد اسمها uncountable noun. بدل المرة اللي فاتت في how many كنا بنقول how many cups، how many glasses، how many loaves، المرة دي هشيل اللي هي الكونتينرز. يعني ايه الكونتينر؟ الحاوية دي، واكتب الحاجة على طول. نقول how much milk، how much coffee، how much juice، how much sugar، كده جبنا الاسم في الحاجة التي لا تعد. ودايما الحاجة التي لا تعد ما ينفعش احط لها اس خالص، زي اي كمية في الدنيا، اي حاجة ليكويد او اي كمية، انا ممكن اللي هي طبعا الشجر والفلاور اللي هو الدقيق والحاجات ديت، وديت مش ليكويد، لكن هي ما ينفعش اعدها، ولا المكروني ولا المكرونة الا بقى ان انت تكون رايق شوية، ولا الرايز ولا الرز، فالحاجات ديت انا بجيبها زي ما هي، بقول how much، how much bread على طول. ونفس الاستراكشر اللي احنا قلناه بعدها، هي اهم حاجه في اللي احنا في الجرامر اللي احنا بنقوله، اللي انت تعرف هاو ميني بيجي وراها ايه وهاو ماتش بيجي وراها ايه. ده اللي يحدد لك هاو ميني بيجي الاسم في البلورال، لك في الاسم في الجمع، او الكونتينر. يعني ايه الكونتينر؟ الحاجه اللي انا بحط فيها الحاجه دي. اوكي، بحط اللبن في ايه، بحط الشاي في ايه، يبقى كابز، اللوفز مثلا اللي هو جلاسز، فهمناها. لكن هاو ماتش عكسها تماما، انا بشيل الكونتينر ده واجيب الايه، الحاجة اللي أنا الكمية ذات نفسها. how much bread، how much oil، how much sugar، how much coffee، how much chocolate. ونفس الاستراكشر اللي احنا عملناه، بجيب بعدها برضو do أو does أو did، وبعدين السبجكت اللي هو الفعل، وبعدين الانفينيتيف. نشوف يعني هو جايب مثلا ليه. مثلا ميسس فاطمة لو عملناها على okay. how many، احنا كنا أول مثال خدناه مع ميسس فاطمة في how many، how many bottles of water did you have؟ لو انا عايز استخدم هنا في نفس الكويستشن ده اللي هو how many bottles of water did you have، انا عايز استخدم هنا how much، هقول how much water did you have، انا شلت خالص a bottle of او bottles او اي حاجه جمع بعدها how many، عشان هستخدم how much انا جبت على طول اللي هو ال uncountable noun اللي هو something I can't count، ما اقدرش اعده. يبقى how many bottles of water لما اعملها ب how much هتبقى how much water على طول. زي ما قلنا how many loaves of bread، طب how many bread على طول، how much bread على طول. يبقى how many لازم يجي بعدها الجمع اللي فيه الاس، او مش لازم يكون فيه اس طبعا، وبعديها how much على طول اجيب الشيء اللي هو uncountable noun. انا عايزه بس اقول حاجه يا مس فاطمه، ان الانسر على التو كويستشن ذا سيم، يعني نفس الاجابه. لو هي مس فاطمه دلوقتي بتسالني بتقول لي how many bottles of water did you have، انا هساله لمس فاطمه how many bottles of water did you have. I had two bottles of water. مس فاطمه قالت لي I had two bottles of water. طب انا لو عايزه اسالها ب how much، هقول لها مسز فاطمه how much water did you have. على فكره ده the same meaning، نفس المعنى، كم عدد الزجاجات المايه اللي شربتيها او كم كميه المايه اللي شربتيها، هي هتقول لي نفس الاجابه the same answer، وهتبقى ايه طبعا both are correct، الاثنين صح طبعا. يبقى how much water did you have، I had two glasses of water. هي نفس الاجابه. يبقى عشان بس ما تتلخبطش، الاجابه بتاعت how many هي الاجابه على how much، بس هو التكوينه بتاعت السؤال بتاعت how many لازم يجي بعدها كلمه countable noun، يعني كلمة جمع تعد، و how much يجي بعدها الكلمة التي لا تعد. اوكي، يبقى فور اكزامبل زي احنا ما خدنا دلوقتي how much uncountable noun، يعني ايه كلمه uncountable noun؟ الحاجه اللي هي انا مش هشيل منها الكونتينر، اللي هو هشيل كلمه كابز وهشيل كلمه لوفز والكلام ده، واجيب الحاجه ما اللي انا عايز اسال عن كميتها، زي البريد، زي الجوز، زي الاويل، وبعدين نفس الاستراكشر زي ما قلنا did do does، وبعدين السبجكت الفعل احنا بنعيدها تاني، السبجكت وبعدين الانفينيتيف.
الالترناتيف. لو احنا ممكن ما سوري مسز نوع ممكن ندي لهم اكزامبلز اكزامبل بس على الداتا عشان نعرف بس انا بعيد ازاي انا الانسر بتاعتي تكون ازاي في التينز على تو كويستشنز. اوكي دلوقتي هاو ميني احنا اتفقنا الهاو ميني بيجي وراه الاسم في البلورال تمام، وبعد البلورال ده انا بجيب هخليها احسن اللي انا اقول الكونتينر مثلا عشان تبقى الدنيا ايه الكونتينر بتاعها عشان تبقى اوضح، ادي الكونتينر او الاسم في البلورال. بعدها بجيب ايه يا مسز مها النوع طبعا هيلبنج فيرب يا ديد يا دو يا داز. هنعمل ستريس يا مسز فاطمه على ديد عشان هي جايه لهم في المنهج. اوكي نعمل اندرلاين كده على ديد، وبعديها انا هجيب السبجكت اللي هو الفاعل. الفاعل انا هخليه كاختصار يا هي يا شي يا ات يا ذي يا يو. اوكي وبعديها بجيب الانفينيتيف اللي هو المصدر. ادي شكل الايه السؤال. ناخد اكزامبل عليها. لو انا قلت فور اكزامبل ادي هرسم فور اكزامبل مثلا هرسم بيتزا. اوكي رسمت ازازه بس ازازه يعني معوقه شويه. اوكي ادي ازازه اعتبروها ازازه. اوكي هسال ديت الصوره عندي في البلورال هقول هاو ميني ايه دي اسمهم ايه يا مسز نهى؟ هاو ميني ايه؟ هاو ميني بوتلز على اعتبار ان هم يعني بوتلز دي على اولى يا مسز فاطمه على فكره هاو ميني اولى يبقى هاو ميني بوتلز اوف ووتر ديد يو هاف ديد هنا ادام قلت ديد ديد يو هاف. ابص هنا بقى لو لقيت ديد انا دلوقتي اي تيرن تو ايه يو دي تيرن تو اي يعني بتحول لايه لاي. بس حد بيسالني فاكيد لما اجاوب هقول انا شربت كذا او انا تناولت كذا. ادي اي اهو الار وشايفين هو اتحولت لايه. طيب انا ماليش دعوه بده فهمت منه ولا انا هحول الفيرب ده للباست. للباست نشوف هاف دي بتتحول لايه لهاد اي هاد واشوف بقى عندي الصوره ايه او تجاوب على حسب تو بوتلز اوف ووتر او ممكن نقول اي هاف تو لغايه كلمه اي هاف تو دي ممكن برضو الانسر تكون صح. طيب لو الصوره عندي واحده بس يا مس لو انا الصوره عندي هو ليه انا بقول صوره لان بيجي لي في الامتحان لوك اند ايه رايت لو جات لي صوره ازازه واحده برضو نفس السؤال هعمله في البلورال مش عشان شفت اكتر من ازازه او اكتر من سوري من رغيف او اكتر من حاجات دي من جلاس فانا هعمل السؤال بالجمع حتى لو البيكتشر واحده فيها حاجه واحده برضو لازم اعمل السؤال بالايه. أيوة كويس قوي ان حضرتك قلت الموضوع ده. يس لازم اسال السؤال ممكن يتلخبطوا هاو ميني ويقول لك ما هي موجوده واحده بس يا ميس. لا هو حتى لو قدامك هو تكوين الاستراكشر بتاع السؤال هاو ميني ولازم بلورال هاو ميني بوتلز اوف ووتر ديد يو هاف اي هاف وان جاست وان يعني اي هاد وان هي موجوده عندي وان لكن انا لما اجي اكون السؤال لازم احطه في البلورال عشان يبقى صح. اوكي عندي هنرسم لمسز نوها بيتزا دي شكل بقى البيتزا مسز نوها اكيد دي شكل البيتزا دي عندي برضه ان هي بيتزا ماشي على اعتبار ان هي بيتزا يعني فدي عندي الصوره البيكتشر عندها هي الصوره بتدل على واحده برضه فهسال بهاو ايه هاو ميني وحتى لو هي واحده ممكن واحد يقول لي اول ما الاقيها واحده احط بيس لا هو السؤال الاستراكشر بتاعته كده تكوينه كده يبقى اقول هاو ميني بيسز او هاو ميني سلايسز اوف بيتزا Did you eat؟ أنا غيرتها دلوقتي have لإيه؟ لإيت. Did you eat؟ الأنسر بتاعتي عارفين طبعًا اللي هي يو هتتحول زي ما اتفقنا على حسب. هنا بقى تتحول لآي. شي هتنزل شي. إت هتنزل طبعًا إت لأي حاجة غير أكل مش هتاكل بيتزا يعني. زي هتنزل زي. فهخليها زي وأبص على الفيرب ده إيت وهنا إيه؟ في الباست أقول زي هاد. طيب هنا البيكتشر بتدل على ايه زي هاف وان بيس اور ا بيس الاثنين واحد اور ا بيس اوف بيتزا لغايه كده تمام يا مسز نو. اوكي اتفقنا بس هو ديد يو هاف او ديد يو ايت طبعا اليو بتتحول يا اما الوي يا اما الاي نقول اي ايت وهنا اي ايه وهنا هاف هات نقول اي ايه هنا ايت اتحولت لايه لايت في الباست زي ايت او اي ايت هنا يو فبقت ايه اي لو هنا زي هتنزل زي لو اي لو حاجه على حسب مش هتنزل كده. طب احنا ينفع نعمل على نفس قطعه البيتزا دي يا مسز فاطمه بهاو ماتش عشان نعرف ان برضو نفس القصه نعمل بهاو ماتش ونقدر نجاوب ذا سيم انسر نفس الاجابه هتبقى هي ايه هاو ماتش بقى بس هقول هاو ماتش بيتزا او هاو ماتش تركي او هاو ماتش ابل باي ديد يو هاف. اوكي يبقى احنا عملناها زي ما هي الانسر هتبقى زي ما هي بالظبط اي هاد لو هو في الباست بيسالني في الباست اي هاد جاست وان او ا
بيس اوف بيتزا وخلاص نفس الاجابه الشكل. على حسب لو جات لي نفس الصوره نفس الصوره بس طالب مني هاو ماتش او نعمل ممكن ما يجيليش مسز نو خلص بعمل هاو ماتش ولا هاو ميني ممكن اعمل سنتنس ممكن اعمل جمله اعمل جمله لو انا فور اكزامبل عندي نفس البيكتشر او نفس الصوره اللي عندي انا اعمل سؤال هو مش طالب مني سؤال لو I مش like طالب بيتزا يسترداي اي هاد ا بيس اوف بيتزا مثلا okay. يعني ممكن نقول اي هاد مع الحاجه اللي هي بتتشرب او تتاكل اتسي او سو اون او ممكن نقول اي درانك على حسب الفيرب اللي هو او التينز اللي هو طالب فيه لو هو طالب في الماضي هتجاوب بالماضي تقول اي درانك مثلا كوفي اي درانك جوس او اي ايت بيتزا اي ايت تركي على حسب السؤال اللي موجود يبقى كل اللي انا احنا عايزين نوصله لك اللي الصوره اللي عندك تحتمل تو كويستشنز يعني السؤالين ينفعوا انت لو فاهم جراماتيكال صح يعني ايه جراماتيكال عارف جرامر صح هتعمل هاو ميني اتفقنا هاو ميني بيجي ورا الاسم في الجامعه وبعديها اللي هو زي ما اتفقنا نفس الاستراكشر دي دو داز وبعدين السبجكت وبعدين انفينيتيف هاو ماتش بنشيل الكونتينرز ديت او الاسم في الجامعه واحط الانكاونتبل ناون يعني ايه الانكاونتبل ناون الاسم الذي لا يعد واحنا عارفين قلنا ايه بريد والحاجات دي ممكن نقول بعديها كمان اللي هي بعد ده هنجيب برضو اللي هي نفس الجراماتيكال ديد او دو او داز وبعديها السبجكت وبعدين الانفينيتيف هو انا فور اكزامبل يا مسز نهى ممكن نقول هاو ميني فيش اذا كنا بنتكلم على الفيش اللي هو عدده اللي هو العدد كلمه اللي هو هاو ميني فيش ينفع yeah, طيب ما فيش حاجه اسمها هاو ميني فيشز الفيش يس الفيش لا يعد زي ما هو ده اللي انا كنت بقوله مش لازم يكون فيها اس الجمع يعني ممكن اقول هاو ميني تشيلدرن ما هو التشيلدرن دول بيعدوا بس ما فيهاش اس عشان هي ايه جمع irregular يعني جمع شاذ مختلف فاقول هاو ماني تشيلدرن يعني عشان انت بس ما تبقاش اسطمبه كده انا داخل هبص على الاس افرض ما لقيتش اس ما في كلمات الجمع بتاعها ما بيبقاش فيه اس يبقى هاو ماني تشيلدرن ممكن هاو ماني تشيلدرن يعني كم عدد الاطفال مثلا ار ذير ان يور سكول مثلا اوكي يعني ممكن مش شرط على اللي احنا خدناه ممكن نستخدم هاو ماني وهاو ماتش في اي حاجه حوالينا فور اكزامبل انا داخل قاعه او داخل اي حاجه مثلا متابعه داخله الكلاس ونقول هاو ماني تيتشرز How many teachers? يبقى ممكن نقول how many pupils are there? غيرنا الدنيا خالص. قول how many pupils are there? هنجاوب نقول ايه يا مسز نهى؟ There are وقوم قايله العدد there are هو بيسالني بهاو ميني اهم حاجه ان هو يبقى فاهم ان انا هاو ميني يعني كام العدد يعني لازم احط له عدد اقول مثلا there are 40 children 40 boys and so on يعني اوكي طب انا دلوقتي بقول how many pans موجودين اهي اهوت how many pans are on the table There are two pens on the table. How many laptops are there on the there table? There are two laptops. How many teachers are there in the studio? Three teachers. And if it's three teachers? Okay. نشوف اللي هو اللي جايبه لي ايه. How much lemonade did she have? She had two cans of lemonade. يبقى she نزلناها و have طبعا اتحولت ل had وحطينا العدد اللي موجود وحطينا شلنا ال a وحولناها s وحطينا الحاجة اللي بعديها. اوكي في بعديها كمان في حاجه مختلفه مسز فاطمه بيقول لي حاجه سريعا كده اللي هي ام ويز وار بلس جوينج تو بلس الانفينيتيف يعني ايه ام ويز وار بلس جوينج تو بلس الانفينيتيف ده اسمه النير فيوتشر مسز فاطمه يعني المستقبل القريب كنا اتكلمنا عليه قبل كده انا وحضرتك يعني ايه مستقبل قريب يعني حاجه هتحصل قريب حاجه هتحصل تونايت بالليل مثلا او tomorrow يعني بكره next week next monday and so on يبقى حاجه اسمها النير فيوتشر فيوتشر يعني المستقبل نير فيوتشر يعني المستقبل القريب حاجه في الاطار يعني ممكن اقول مثلا I am going to go to cinema tonight يعني النهارده بالليل هي حاجه لسه هتحصل اهي يعني في المستقبل لكن قريب لسه هتحصل النهارده tomorrow يعني اقول مثلا I'm going to travel tomorrow I'm going to travel to Alex مثلا tomorrow بتكلم عن النكست ويك برضو اتكلم في النير فيوتشر بيتكون من ايه بيتكون من ام ويز وار بلس جوينج تو بلس الانفينيتيف اولا احنا عارفين ام ويز وار بيجي مع ايه طبعا الام بتيجي مع الاي الايز بتيجي مع الهي والشي والايت والار بتيجي مع البلورال اللي هو اليو والوي والذي طب وات اباوت بقى جوينج تو هنا مش معناها يذهب الى عشان في ناس كتيره بتتلخبط
going to هنا بمعنى سوف. فلما انا اتكلم اقول I am going to travel tomorrow يعني انا سوف اسافر غدا، يعني انا سوف، هنا going to بمعنى سوف، كلمه بتدل على الفيوتشر. يبقى قلنا am و is و are plus going to، going to اللي هي بمعنى سوف plus الانفينيتيف. ايه هو الانفينيتيف ده؟ عشان بنقعد نتكلم كتير في حد يعني ايه انفينيتيف في الاخر؟ الانفينيتيف اللي هو صوره الفعل العاديه، الصوره والحاله الاولى للفعل، المصدر. يعني ايه؟ يعني كلمه play ما اقولش ولا plays ولا اقول playing ولا اقول played ولا اي حاجه، هي play يبقى just play. اوكي، الفيربز play swim eat have drink and so on. يبقى هنا لما بتكلم عن near future وقلنا كلمات كده معينه بتدل عليه زي كلمه tomorrow يعني غدا، next week او next friday، او مثلا next friday I am going to go to Hurghada يعني هسافر الغردقه مثلا، او مثلا اقول مثلا next friday I'm going to visit my father، انا هروح ازور بابا يوم الجمعه الجاي. يبقى هنا بتكلم على حاجه قريبه near future بس هي لسه في الفيوتشر، حاجه ما حصلتش. التكوينه بتاعت الجمله بتاعتها او بتاعت التنس دي اللي هي am is are plus going to plus infinitive. اوكي، نشوف مع بعض. هنا عندنا في مثلا اكزامبل بيقول لي he is going to drink coffee. He is going to drink coffee يعني هو سوف يشرب الايه؟ الكافي. جه بعد going to، واحنا عارفين اصلا معظم الحاجات بنسبه كبيره قوي اللي انتوا واخدينها بعد to لازم احط الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. He is going to drink coffee او I'm going to have turkey. I'm going، حد بيسالني مثلا are you ready to order؟ هقول له I'm going to have turkey يعني انا سوف اتناول تركي اللي هو الديك الرومي. اوكي. For addition يا مسز نهى للإضافة، احنا دلوقتي عارفين اللي هو going to بمعنى سوف equal will، لكن في فرق بين will، الاثنين على مستنادي، في فرق بين will وفي فرق بين going to. زي ما لسه قايلين اللي علينا دلوقتي اسمها النير فيوتشر. ايه النير فيوتشر؟ يعني المستقبل القريب. المستقبل القريب اللي هي going to ديت امتى استخدمها؟ انت بتقولي لي نير وبتقولي لي اللي هي equal will، طب امتى استخدم دي؟ انا بستخدم دي في ثلاث اشياء. اللي انا حاجه اسمها بلاننج. يعني ايه بلاننج؟ اما اجي اخطط. فور اكزامبل انا مسز نهى بعد الحلقه في نيتنا هاف مثلا تو كابز اوف كوفي او مثلا تو كانز هاف ميل. اوكي، احنا في نيتنا او منخطط لده بنقول اسمه بلاننج، فور بلاننج. فمنخطط من ده من دلوقتي، فقلنا ان احنا خلاص لغينا المواعيد بتاعتنا، فهنقول وي، ادي وي عشان احنا الاثنين، وي بتاخد ار، والبيرمننت الثابته اسمها going to بلس الانفينيتيف going to have going to eat going to eat مثلا بيتزا او to have a meal after او later. كلمه later بتساوي كلمه later فيما بعد، يعني انا في كي ورد ككلمه داله ان انا اعمل حاجه. في كمان حاجه دي كده للتخطيط، الاسبوع الجاي مثلا في نيه في بخطط لي انا هسافر اسكندريه، يبقى I am going to مثلا travel او to visit our grandpa او to travel Alex Alexandria. اوكي، في عندي كمان اللي هي لو انا جيت قلت للبريدكشن. يعني ايه البريدكشن؟ التنبؤ. انا دلوقتي اللابتوب ده محطوط على حافه الايه؟ التيبل. فانا بقول هو ممكن يقع، ممكن يقع وممكن ما يقعش، لكن انا بتنبأ اللي هو ممكن يحصل له ده. انا اقول it is اللابتوب ده it، نقول it is going to a to fall down او اللي هو fall down يعني هيقع. لو انا شايفه حد في الكلاس يا مسز نهى، لو انا شايفه في حد في الفصل شايفاه كويس جدا في الانجليش او شاطر في الساينس، فبقول له انت هتبقى دكتور، انا بتنبأ له ممكن يبقى دكتور وممكن اتسم اما يكبر بقى الله اعلم بنيته هيبقى ايه. ده اسمه البريدكشن يعني التنبؤ. اقول له you are going to be a doctor when you grow up لما تكبر. يبقى انا بساله انت، ده اسمها البريدكشن، بتنبأ له بحاجه. طب ممكن ميس فاطمه بعد اذنك لما مثلا ببص للسماء كده واقول مثلا the sky is cloudy، cloudy يعني فيها سحب كتير، اقول it's going to rain، انا توقعت او تنبأت ان هي هتمطر. ليه؟ نتيجه لان انا شايفه ان السكاي عندي cloudy، cloudy يعني مليئه بالسحب، فبقول it's cloudy it's going to rain هي سوف تمطر، انا توقعت ان هي سوف تمطر. يعني معظم الحاجات اللي هي ليها علاقه بالتنبؤ بنستخدم معاها near future. اوكي، يبقى استخدمنا البلاننج، البلاننج هو التخطيط، استخدمنا البريدكشن، البريدكشن اكبر مثال اللي احنا لسه مسز نهى قايلاه it is going to rain. في حاجه ثالثه اسمها الانتنشن. ايه الانتنشن دي؟ يعني النيه، نيتي من جوه. انا دلوقتي واحد طالب دلوقتي، انت قاعد بتذاكر، قلت بعد ما اخلص مثلا الانجليش هذاكر ماث، هقول I am going to study math okay tonight. tonight يعني هذه الليله، يعني هي بتستخدم الحاجه اللي في نيتك
من جواك هتعملها يبقى تستخدم جو تو، ما تستخدمش ويل. الحاجه اللي بتخطط ليها وناوي تعملها او عندك في البلان بتاعتك في خطتك تستخدم جو تو. الحاجه مثلا اللي انت بتتنبأ بيها او بابا او اي حد او دايما في الارصاد بيتنبأوا بحاجه يبقى استخدم جو تو، ما استخدمش ويل. طب الكلام ده ازاي؟ احنا خدنا ستراكشر بتاعه شكله ازاي؟ امو از وار بلس going to دي ثابته ما بتتغيرش، وبعديها الانفينيتيف المصدر. خلي بالكو فور اكزامبل بقول I am going to go، كلمه go ملهاش دعوه بgoing to، going to دي ثابته مع كله ملهاش دعوه، لكن go ده الانفينيتيف المصدر. يبقى I am going to go to the cinema this evening، يعني this evening يعني هذا المساء. يبقى انا دلوقتي قلت كام كي وورد، كام كلمه قلنا ايه يا مسز نوع كلمه قلنا ايه؟ قلنا tonight مثلا، وقلنا tomorrow، وقلنا next يعني مثلا next week، next واحط اي يوم، next friday and so on، وقلنا this evening مثلا برضو. كل ده بيدل على near future اللي هو مسز فاطمه قالت ان احنا بنستخدم له planning اللي هو التخطيط او intention اللي هي النيه او prediction اللي هو التنبؤ. أوكي. خدنا am is are plus going to plus the infinitive. اوكي اوكي دي الكلمات اللي اول ما اشوفها العيله بتاعته زي اسمك مسز نوها، اسمها نوها فوزي، فانا عرفت نوها. نوها تبقى مين؟ اسمها نوها فوزي. اهو الكي وورد ده عيله الزمن، عيله الزمن اللي اول ما اشوف الكلمه دي اخد going to بلس الانفينيتيف. زي قلنا ايه كلمه this evening، this evening يعني هذا المساء، غير this morning. This morning كانت بتدل على الماضي past. الماضي، واحنا خدنا الماضي وهيبقى شغال معانا طول السنه. This morning غير this evening. الماضي هم دايما بيعملوه في اللغه في الانجليش الصباح بيعملوه كماضي، لكن الايفنينج اللي هو المساء بيعملوه كفيوتشر كمستقبل. في عندي كلمه later، later يعني فيما بعد، يعني انا هعمل الحاجه دي بعدين. في كلمه when I grow up، يعني when I grow up لما اكبر. في عندي كمان كلمه next مشتقاتها next week next year next month next Sunday next Friday it's اللي بيجي وراها. اوكي في عندي كلمه later، later يعني فيما بعد، في قلناها. في كلمه tonight، tonight يعني هذه الليله. في كلمه in the future يعني في المستقبل. يبقى الكلمات دي كلها اللي بتدل على ال going to. اوكي طب احنا معانا practice time مس فاطمه، هنعمل practice time على how many how much اللي احنا اخدناهم، لان هم مهمين جدا زي ما احنا قلنا بيجي لنا حاجات كتير عليهم في الاكزام ان شاء الله. ال practice time number 1 بيقول لي ايه يا مسز فاطمه؟ جايب لي باكتشر، والمفروض ان انا هكون سؤال من الكلمات اللي هو جايبها لي. على فكره ده عندك برضو في الكتاب بتاع تايم فور انجلش، وجايب لي الانسر بفور. فنمبر 1 هيقول لي، بيقول لي طبعا بيسز، طالما لقيت كلمه بيسز يعني كلمه بلورال هسال بهاو ماني. اقول هاو ماني بيسز اوف ابل باي ديد ذي هاف، هاو ماني بيسز اوف ابل باي ديد ذي هاف. خدت بالك من تكوينت الكويستشن هاو ماني؟ علشان انا ليه جبت هاو ماني من نفسي كده؟ لان لقيت بعدها كلمه في البلورال اللي هو pieces. How many pieces of apple pie؟ بعد كده جبت الماضي did they have. الانسر كانت عندي 4، فهم بيسالوا في الباست يبقى لازم نجاوب في الباست. They had 4 pieces of apple pie. Okay. They had 4 pieces of apple pie. في عندي نفس الشكل، قال لي balls. ناخد واحده ثانيه اقول لك. في اللي هي كانز اوف لامينيت، كانز اوف لامينيت، كانز يعني اللي احنا عارفينها اللي هي كانز اللي هي الحاويه اللي هي الكانز يعني، كانز اوف لامينيت. ادام لقيت الحاجه فيها اس يبقى انا من غير كلام جاب لي فيها اس، يبقى استخدم هاو ميني وبعديها كلمه ايه؟ كانز. هاو ميني كانز دو، هنا مش محدد لي بقى، مش محدد لي الزمن، مكتوب كانز ومكتوب ليمينيد ومكتوب يو ومكتوب تو. يعني اي حاجه هعملها تبقى صح، اي حاجه تبقى صح. هو على حسب بقى الجراماتيكال بتاعه والجرامر اللي هو يستخدمه، الزمن اللي هو يستخدمه. مكتوب كانز وليمينيد، لو قبل ما اكتب الاجابه ادام لقيت كلمه كانز يبقى اقول هاو ميني كانز اوف ليمونيد ديد يو هاف او دو يو هاف. المهم يا مسز فاطمه ان اللي هي يحطه في الكويستشن لازم يجاوب بيه، يعني حط yes. في الباست لازم تجاوب في الباست. ديد يو هاف تقول اي هاد، حطيتها في البريزنت وقلت دو يو هاف تجاوب تقول اي هاف كذا. يبقى انت لو كونت الكويستشن في البريزنت تجيب الانسر في البريزنت، كونته في الباست لازم الانسر بتاعتك تبقى في الباست. اوكي okay. نشوف هو جايب لي ايه. بنقول كانز اوف ليمونيد، هو هنا احنا ما حددليش زمن، فعشان كده انا بقول ايه هاو ميني كانز of lemonade did you have. هنا حطيت did اللي هي بالجرين، وهذا هي طبعا اللي هو الانفينيتيف المصدر. فهو ادم سائل بيو، فهقول I had
two cans of lemonade. على حسب لازم ادام استخدمت did يبقى تجاوب ب did، تجاوب بالباست استخدمت do تجاوب بالايه بالبريزنت، بالبريزنت سامبل اللي هو الزمن المضارع البسيط، ما يا اما ما تضيفش حاجه يا اما بتضيف اس او يس. اوكي معانا بقى حاجه مختلفه دلوقتي مس فاطمه، في شكوينت الكويشن اللي هو الهاو ماتش، وقلنا ان هاو ماتش لازم يجي بعديها الكلمه هو عندي روست بيف، وانا عارفه ان روست بيف طبعا اللحوم ولا تشيكن والحاجات دي انكاونتبل نون يعني لا تجمع، فانا هسال اكيد بهاو ماتش، هاو ماتش واحط بعديها على طول الكلمه التي لا تجمع اللي هي الانكاونتبل نون، يبقى هاو ماتش روست بيف ديد يو هاف او ديد شي هاف، هاو ماتش روست بيف، قلنا روست بيف يعني اللحم البقري المشوي، هاو ماتش روست بيف ديد شي هاف، طالما سالت في الباست لما اجي اجاوب اقول شي هاد، واجيب لي بقى مثلا هو قال لي 3 اقول 3 pieces او 3 slices of roast beef. اوكي يبقى عندنا الكويستشن بيقول لي روست بيف وشي و 2 slices، هعملها ازاي؟ هقولها هاو ماتش روست بيف ديد شي هاف، عملها لي في الباست. طب الانسر بتاعتها، الانسر هتبقى she had two slices of roast beef، زي ما قلنا اللحوم غالبا بيجي معاها كلمة slices. اوكي السؤال ده اللي بيحدد لي فيه اول حاجه في في الكلمه، لقيت اللي هي الحاجه الان الانكاونتبل استخدم هاو ماتش، لقيت الحاجه فائس استخدم هاو ميني، فهنا عندي كابز اوف ليمونيد اوف كافي، يبقى اقول هاو ميني كابز اوف كافي ديد شي have، يبقى how many cups of coffee did she have، واجاوب وقال لي she had one cup، لان ايه ليه one cup؟ عشان هو جايب لي اللي هي ماسكه فنجان واحد، يبقى one cup of coffee. اوكي طب عندي دلوقتي يا مسز فاطمه برضه بهاو ماتش، لانه بيقول لي orange juice، مسز فاطمه قالت بص على اول كلمه والله لقيتها plural، يبقى احنا هنسال بالايه بالهاو ماني، لقيتها uncountable noun او كلمه لا تعد يبقى هسال بهاو ماتش، هتبقى هاو ماتش اورنج جوس ديد يو هاف، هاو ماتش اورنج جوس ديد يو هاف يعني كم الكميه بتاعت عصير البرتقال ديد يو هاف اللي انت شربتها؟ قال تو جلاسز، يبقى انا هقول اي هاد تو جلاسز اوف اورنج جوس، اي هاد تو جلاسز اوف اورنج جوس. في عندي ايه كمان؟ جاب لي هنا فروت سلاد، وفروت سلاد طبعا الحاجه uncountable noun يعني التي لا تعد، فمن غير كلام هقول هاو ماتش فروت سلاد ديد يو هاف، ومكتوب لي وان بول، بول طبعا ما فيهاش الاي، فاقول هاو ماتش فروت سلاد ديد يو هاف، هجاوب اقول اي هاد وان بول اوف او ا بول اوف فروت سلاد، وطبعا هشيل الاي. اوكي معانا سلايزز اوف تركي، احنا كده بنرجع على كل الحاجات اللي اخدناها مع ميس فاطمه، سواء النيو ووردز اللي هي كنا واخدين سلايز اوف تركي او سلايز اوف روست بيف او ا بيس اوف ابل باي، ا كاب اوف كوفي، كل الحاجات، ا بوتل اوف ووتر، ا جلاس اوف اورنج جوس، كل الحاجات اللي احنا اخدناها دي بنراجع عليها، اولا بنعمل كويستشن، فاحنا هنا بنراجع على هاو ماني هاو ماتش، ثانيا في الانسر ببقى عارفه ان انا اقول جلاسز اوف اورنج جوس، ا لوف اوف بريد، او اقول مثلا جلاسز اوف ميلك، اقول ا بوتل of water, a slice of turkey، كل الحاجات دي بنراجعها مع بعض. دلوقتي عندي كلمة برضو uncountable noun اللي هي slices of turkey، طبعا slices of turkey التركي لوحده uncountable noun، لكن هو قايل لي slices شرايح، slices of turkey يعني شرايح من الديك الرومي، وكاتب لي هي، يبقى هسأل طالما عندي كلمة slices في البلورال هقول how many slices of turkey، تركي اللي هو الديك الرومي did he have، How many slices of turkey did he have؟ هقول he had، علشان انا بسأل في الباست برضو، he had four slices of turkey، he had four slices of turkey. اوكي دلوقتي احنا كان عندنا ماتش يا مسز نهى، فاعتقد اللي هو ممكن ناخده اللي هو ريد اند ماتش، احنا ما عليناش ماتش في اللي هو في السؤال بتاعنا، بس هو عشان تكوين السؤال، تكوين يعني السؤال، هو احنا السؤال ماتش اللي هو التوصيل مش علينا في جريد 6، لكن احنا بندولك عشان انت تبقى فاهم يعني ايه اللي هو اوصل بايه، لو هاو ماتش او هاو ميني يبقى انا اسال بايه، احنا بكل بالخلاصه اللي احنا خدناها كلها النهارده يا مسز نهى الهاو ماتش بيجي وراها اللي هو uncountable يعني لا تعد، لا تعد، وبعدها قلنا uncountable noun ده بعديه الحاجه زي ايه، ندي اكزامبل زي بريد زي اويل زي شوجر، يعني الحاجه من غير الحاويه اللي هي بتتحط فيها، وبعديها نفس الاستراكشر اللي هو ديد او دو او داز، وبعديها السبجكت الفاعل، وبعديها الانفينيتيف، هاو ميني عكسها خالص، هنقول هاو ميني بيجي وراها الحاجه بقى اللي انا بحط فيها الاشياء دي، هاو ميني كابز، هاو ميني لوفز، هاو ميني مثلا بوتلز، هاو ميني كانز، هاو ميني جلاسز اللي احنا خدناه النهارده، بس لازم ما نقولش
جلاسز بس كده ولا كابز بس، نقول الحاجه اللي هي الحاجه بتاعتها الخاص بيها. How many cups of coffee do you have او did you have؟ How many glasses of milk did you have؟ How many cans of lemonade did you have؟ How many مثلا slices or pieces of turkey did you have؟ ادي اللي هو علينا ان احنا خدناها مسز نهى، والاجابه طبعا اللي هي البيرمننت ثابته. في عندي ايه read and match. لو سالت اول حاجه how much bread did he have، how much bread؟ طبعا في كلمه bread يا مس فهمت، ادور على كلمه loaf or loaves loof. فانا لقيت عندي 6 loaves. 6 loaves يعني 6 ارغفه. يبقى هنا how much bread، البريد بيتعد بايه؟ باللوفز. يبقى how much bread did he have، انا هختار نمبر سي. Okay. Is it correct Mrs. Fatma؟ Yes correct. Okay. How much coffee did they have؟ ادام قهوه، القهوه نقول الكاف. Mrs. Fatma بعد اذنك. Okay اتفضل. Okay. يبقى how much coffee، طالما في coffee did they have، انا طبعا عارفه ان الكوفي لما باجي احطها في حاويه بتبقى في الكب، يبقى هختار لها اي اللي هي 1 كب، كب اوف كوفي. Excellent. برافو. Thank you Mrs. Fatma. اتفضل. انا فهمت من حضرتك النهارده. Thank you Amito. How much lemonade did she have؟ lemonade ليمونيت، ستريس على ليمونيت. اوكي ثانية واحدة عشان فكري اصلا. يبقى ليمونيت انا هختار لها، انا عارفة ان هي بتتحط، ممكن تتحط على فكرة في جلاسز، ممكن تتحط في بوتل، لكن انا هختار لها لان انا ذكية وخدت بالي النهاردة من اللي حضرتك قلتيه. فور كانز، لان انا بحط قلت a can of orange juice او a can of lemonade. اوكي طيب دلوقتي هلخبطك اكتر يا مسز نا. هاو ماتش ابل باي، هاو ماتش ابل باي ديد يو هاف؟ ابل باي. ابل باي يعني انا باكل، انا ذات نفسي باكل الابل باي بالبوتلز. لا انا نفسي باكلها بالواحده يعني، باكلها كلها على بعض. يعني نوت باي بيسز يعني. Okay. بس هو هاو ماتش ابل باي، احنا واخدين ان ابل باي علشان اعدها استخدم كلمه بيسز. سو اي ويل تشوز اي 3 بيسز. اوكي ممكن اجاوب دي يا مسز نا؟ لا نو انا برضه. هاو ماتش، اديني فرصه. هاو ماتش ووتر ديد هي هاف؟ الووتر اللي هي الميه، الميه بقى نشربها بايه؟ هشرب الميه بايه يا مسز نا؟ طبعا الميه هنشربها بالبطل. بالإزاز. انا برضه اللي جاوبتها على فكره. برافو. هاو ماتش ووتر ديد، هو كلهم هنا، كلهم هنا يا مسز فاطمه كانوا بهاو ماتش. اوكي مسز فاطمه انا كنت سعيده جدا. I'm so happy to be with you today and يعني every Tuesday طبعا. Okay. Thank you. Thank you for your time. Wish you good luck. See you inshallah next Tuesday in a new episode. Thank you and goodbye. Goodbye. Bye bye.